طريق الرئيس والرابط واحد لا غير، وقطعان من جواميس سائبة تحوم ليل نهار حوله بلا رقيب. وهذا ما جعل طريق سامراء العام الرابط بينها وبين بقية الأقضية طريق موت مؤكد. سائقو المركبات تحدثوا لقناة التغيير عن معاناتهم المستمرة في هذا الطريق. الجواميس هي من الحيوانات الأليفة، اليوم أصبحت حيوانات قاتلة للبشر. على الحكومة التدخل والحد من إيصال هذه الجواميس إلى الشارع، وضع سياج رابط، منع مربي الجواميس من تربية الجواميس بالقرب من الطرق الرئيسية والحيوية. مدينة سامراء أو صلاح الدين ما بها غير هذين الطريقين، يعني أي طريق مؤدي إلى هاي المناطق ماكو. يعني اليوم المواطن من يروح؟ إحنا حاليا هسه من تصير الدنيا عصر بعد ما نقدر نروح ذاك الطريق، لأن الخطورة اللي موجودة بذاك الطريق خطورة مميتة. ما يرد كحصيلة يومية من حوادث سببها الجواميس والحيوانات السائبة الأخرى، أكدت شعبة طوارئ مستشفى سامراء وإدارتها من خلال تسجيلها لعدة إصابات وحالات وفيات. وهذا ما دعا إلى تجديد المطالب بحلول تمنع هذه الحوادث التي باتت خطرا مميتا متكررة. تصل مستشفى سامراء العام شعبة الطوارئ الكثير من الحوادث، الحوادث الاصطدام بهذه الجواميس ليلا، طبعا الإصابات تكون خطرة جدا، حصلت لدينا وفيات كثيرة. حقيقة احنا نناشد الحكومة المحلية في الأقضية المسؤولة على هذا الطريق، قضاء سامراء، قضاء الدور، قضاء تكريت، وكذلك المحافظة، بوضع حد لهذه الحالة، إنشاء سياج عازل، لأنه لا يوجد سياج عازل على هذا الطريق، وكذلك الإعازة لأصحاب هذه الحيوانات بالسيطرة عليها ليلا. تريدنا حوادث كثيرة من الطريق الخارج الرابط بين قضاء سامراء وقضاء تكريت، مما أدى إلى فقداننا الكثير من الأشخاص الأعزاء على قلوبنا، منهم مواطنين عاديين ومنهم كوادر طبية. لذا نطالب الحكومة المحلية لمحافظة صلاح الدين بإيجاد حلول. بلا أماكن خاصة لتربيتها واستثمار ثرواتها، وبلا رقيب وبلا قيد لحركتها وتجوالها، مما جعل من قطعان الجواميس السائبة خطراً يهدد الشارع العام والأحياء السكنية القريبة. من صلاح الدين فراس الحسني، التغيير.